سؤال بنسألك يا دكتورة، انت ليه بتحكي عن برنامج فيل جريد بكل القوة هاي؟ اول شيء لانه برنامج فيل جريد صدقا خلص ناس معاي من امراض صعب كانوا يتخلصوا منها، هاي الشغلة الاولى. الشغلة الثانية، برنامج فيل جريد برنامج عضوي طبيعي، يعني بيحتوي على فيتامينات ومعادن والياف وصمغ، يعني ما فيهوش اي اضرار جانبية. الشغلة الثالثة، لانه مطبق للدراسات العلمية لفوق 20 سنة من جمعية السكري وجمعيات العالمية، ومدرس في تم دراسته وتجاربه في كثير من الجامعات العالمية. رابع شيء، مدرج في مرجع الاطباء العالمي سنة 2002، يعني تعرفين كم سنة هذا المنتج صار له، مش منتج جديد ويلا نجرب بالبشر. رابع شيء، حاصل على براءة اختراع، وغير هيك مرخص بهيئة الدواء والغذاء الأردنية، ومرخص بهيئة الدواء والغذاء في 66 دولة حول العالم. وهاي التجارب اللي عم تنتشر هاي تجارب حقيقية، ما عم بيحكوا فيها الناس غير إنهم عن جد بدهم يوصلوا صوتهم للعالم. يا جماعة، أنا مقاومة الأنسولين، تكيس المبايض، الضغط، الكوليسترول، ما في إلها دواء يعالجهم. الموجود عندنا عبارة عن أدوية تعطيك زي إهدى كل يوم، زي كيف إن موجعك راسك يلا خذ بنادول، ما في علاج. هذا بخلصك من المشكلة، فليش ما أحكي عنه بكل قوة؟ في بديل؟ لا، ما في بديل للأسف. إلى يومنا هذا ما في دواء فعليا يخلص إنسان من مقاومة الأنسولين. بيجوا بعطوهم مساعد السكري، مساعد السكري ما بيضبط، مساعد السكري ما بيضبط الأنسولين، هو بينزل مستوى السكر بالدم فقط، أما أنه يضبط أنه هرمون الأنسولين ينضبط ويكون هادي، لا. عشان هيك أنا بحكي عن برنامج فيل جريد بكل قوة يا جماعة. مفعوله على قدام عيني شفته، على أحبابي شفته، على بنتي عم بعطيها إياه. شو بدكم أكتر من هيك؟ بدكم إياني ما أحكي عنه؟ أنا عم بحكي عنه إنها رسالة، رسالة بدراستي. أنا عم دارسة هذا التخصص لأساعد العالم تتخلص من مشاكلها الصحية، وهي رسالة إني أنا أساعد العالم تتخلص من مشاكلها الصحية. عشان هيك عم بتكلم عن برنامج فيل جريد بكل قوة.